لكن لابد ان نقدم القدم علشان ناخذ المسافه. قدم المسافه. سنصلي عليه بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. رسالة أخرى. نعم يا إخواني، نعم إخواني وأخواتي المشاهدين والمتابعين، ها هو يرحل من دنيانا أستاذنا الدكتور تحسين ويودعنا إلى عالمه الجديد، إلى القبر. هذه قصة الحياة وكلنا إليها سائرون. هذا هو بيتك وبيتي وبيتك وبيتهم أجمعين وبيتنا. هذه القبور هي بيوتنا المستقبلية، فلنعد لها العدة. الدنيا قصيرة زائلة فانية،
الدنيا قصيرة زائلة فانية، فالله الله إخواني وأخواتي، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، وكفى أيضا بهذا الفيروس واعظا. مخلوق صغير لا يرى بالعين المجردة ولا بالميكروسكوبات ولا بغيرها، هز العالم كله، بسببه مات الآلاف ويهدد الآلاف، نسأل الله أن يلطف، إنها قدرة إلهية. فالله الله يا إخواني وأخواتي، في العودة إلى الله تبارك وتعالى وتذكر الآخرة والاستعداد لها، الدنيا ما أحد سيأخذ منها شيء، سنذهب إليها ما عندنا شيء، لا محفظة نقود ولا بطاقة بنك ولا حساب ولا شيء إلا ما قدمنا من صالحات الأعمال، هذا الذي سيذهب معنا. ونحسب أن أخانا الدكتور تحسين قد قدم الكثير حقيقة للجالية، للمسجد، للفقراء، للمحتاجين، لغير المسلمين. صديق بريشة، الدكتور صديق بريشة، مسلميها ومسيحيها، ويعالج وهو طبيب من مرضاه كثير من غير المسلمين، محبوب بين الناس. ذهب ما بقي معه إلا ما قدمه، ونحسبه قدم خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تنسوه مرة أخرى من دعواتكم، ولا تنسوا موتانا أجمعين. ولإخواننا من خارج بريشة، من خارج إيطاليا، لا تخافوا، نحن بخير والحمد لله، وربما الأخبار أكثر من الواقع. إخوانكم وأهلكم هنا بخير بإذن الله، من جاءه الموت فتلك أقدار الله الماضية ستأتيه، سواء هنا أو حتى كان في آمن بقاع الدنيا. فإن شاء الله نواصل بالدفن بإذن الله. خليل، اپنے ملک میں لے کے جانے کے لیے پریشانی نہ کریں، بلا جو ایمرجنسی داخل ہے ایمرجنسی